لقينا الولد في الحصالة بتاعته لما جه فتحها لقينا فيها فور. يبقى معنى كده إن هو خد مرة تانية إيه؟ مرة تانية 2 باونز من والده. يبقى معنى كده إن فلوسه زادت. فبعمل هنا زي ما انتوا شايفين، بعمل هنا بلس وبحط الزيادة اللي حصلت اللي هي 2 باونز. يبقى معنى كده إن هو كل يوم والتاني هيحصل له نفس الكلام. يعني لو شفنا مثلا اليوم التالت بقى معاه 6، ليه؟ عشان حط على الفور اللي كانوا معاه حط عليهم 2، يبقى بنقول بلس 2 لأن بلس يعني إضافة اديشن، وادي التو الكمية اللي عندنا هيبقى معاه 6. طب يا ترى بقى يلا بينا نستنتج مع بعض اليوم الرابع هيحصل ايه. اليوم الرابع بعد لما كان معاه 6 في اليوم الثالث هنعمل ايه؟ ايوه برافو، هنديله كمان 2 هيبقى معاه 8. طب لو عايز اعرف اليوم الخامس يلا مين هيجاوبني؟ برافو، ال 8 اللي عندنا هنعمل عليها بلس ايه؟ بلس 2 هتبقى 10. حلو قوي، دي اول مقدمة احنا عايزين نعرفها. تعال نشوف مع بعض اول تمرينات ممكن احنا نتعرض لها. بيقول لي هنا ايه؟ امسك القلم بتاعك ويلا يا سيدي هترسم. هنرسم ايه؟ تعال نشوف الباترن اللي قدامنا. الباترن اللي قدامنا ده برضو ولد تاني بيحوش، ولد شاطر بيحوش. الولد ده معاه ايه؟ الولد ده يا ولاد زي ما احنا شايفين بدأ ياخد من باباه 1، اليوم التاني بقى معاه 2، اليوم التالت بقى معاه 3، اليوم الرابع بقى معاه 4. يبقى كل مرة باباه بيعمل ايه؟ باباه بيديله 1. يبقى كل يوم باباه بيديله 1، يبقى هنا بنعمل بلس 1، صح كده؟ ما احنا اكتشفنا بقى، الله ينور، بلس 1. طيب بعد كده اليوم اللي بعده برضو نفس الكلام، وكل يوم هياخد من والده 1، اليوم اللي بعده برضو بلس 1، اليوم اللي بعده برضو بلس 1. برافو عليك. نيجي بقى هنا بقى الجديد اللي احنا هنبقى معانا 5 بس هنرسمه. يبقى المطلوب منك اللي انت تعرف اليوم ده هيبقى معاك كام وترسمه. نزل لي هنا 5. طب والولد التاني ده؟ لا الولد ده بقى مش شطورة. ليه؟ لان بياخد فلوسه ويصرفها. طب هو كان معاه كام يا جماعة؟ كان معاه 6. طب عمل ايه؟ زي ما احنا شايفين ال 6 قلت بقت كام؟ 1 2 3 4 5. يبقى هو كل يوم هيصرف 1. يبقى معنى كده ان هو كان واخد فلوسه ها كامله في بدايه الاسبوع، وهو هيصرف كل يوم منهم كام؟ 1. يبقى معنى كده اللي احنا قلينا. طب احنا قلينا كام يا ولاد؟ قلينا 1. يبقى اليوم اللي بعده برضه هيصرف 1. طب الولد ده في حاجة كويسة برضه، عارفين ايه هي؟ ان هو مش هيصرف فلوسه كلها مرة ايه؟ واحدة. ده ماشي بنظام. طب يلا لما يجي هنا لما كان معاه 4 يصرف 1 هيبقى معاه كام يا ترى؟ هيبقى معاه 3. ايوه هيبقى معاه 3. جميل. طيب ال 3 اللي احنا شايفينها بقى دي تيجي نرسمها. يلا هنرسم تراينجل، ادي كده 1 وادي كده 2 وادي كده 3. طب واليوم اللي بعده؟ اليوم اللي بعده برضه هيصرف 1، هيبقى ماينس 1. يبقى طول ما انت بتصرف فلوسك بتقل، يبقى انا بعمل ماينس. بدل ما كنت معايا 3 هيبقى معايا كام النهارده؟ هيبقى معايا 2. يلا نرسم ال 2. يبقى شفت هنا الاكسرسايز معتمد على اكتر من حاجه. أول حاجة بنكتشف، تاني حاجة بنعرف إحنا معانا كام، تالت حاجة بنرسمهم. طب يلا نروح مع بعض مع آخر يوم مطلوب مننا نكمله، هنصرف كمان 1، هيبقى بدل ما يكون معايا 2 هيبقى معايا إيه؟ أيوه أنا سامع حد بيقول لي، أيوه يا مستر أيمن، هيبقى معانا 1 بس. جميل، تعالوا نروح مع بعض لـ
exercise 10. الاكسرسايز اللي فات يا اولاد لو احنا شايفين كان عندي بلس 1 بلس 1 بلس 1، يعني عمال كل شويه ازيد 1 1 1. الولد الثاني بصر يبقى ماينس ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1. ده بنسميه ريجولار ريبيتد. يعني ايه ريجولار ريبيتد؟ يعني تكرار بس منتظم متساوي، بيعمل نفس الحدث هو هو، بياخد كل يوم 1 او بيصرف كل يوم 1. طب اللي جاي ده يا جماعه يا ترى هيبقى ريبيتد ريجولار ريبيتد تكرار منتظم ولا الدنيا عامله ازاي؟ تعال نشوف ربنا يستر. قدامنا هنا يا جماعه لو بصينا قدامنا عندي فيه مشهد بيدل على كام سكوير؟ على 4. جميل، اكتبهم هنا. والمشهد اللي بعده تعال نشوف كده مع بعض، 1 2 3 4 دول اللي كانوا معانا. جميل جدا. طب يا ترى زاد عليهم كام؟ بدل ما انت بدأت بفور المشهد يبقى من الطبيعي ان انت كل مره هتزيد مثلا 4، يبقى هم دول الزياده مثلا الجديده، ادي لهم مثلا بلون احمر نعلم عليهم، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. الله، يعني الفور فعلا انت زدت عليها 4. جميل، الفور احنا زدنا عليها 4، يبقى المتوقع انت كان معاك كام؟ 8. بس انت اكتشفت ان هنا في حاجه غريبه. ايه اللي غريبه؟ ان في كمان 1 هنا زياده. يبقى انت خدت اللي بابا بيديهولك بس هو كافئك المره دي. ليه كافئك؟ لان ممكن انت تكون عملت حاجه حلوه جدا وقلت له عليها، زي مثلا خدت مثلا الفول مارك في الكويز في الماس، خدت الدرجه النهائيه في امتحان، راح قال لك ايه؟ قال لك انا هديك وهكافئك، طول ما انت شطوره هكافئك وازودك في المصروف. يبقى خدنا الفور بتاعتنا اللي بابا بيديها لنا وزودنا كمان 1، وصلنا لكام؟ ل5. حلو، يبقى بابا زودنا 5 على اصل الماني اللي معايا اللي هو كان كام؟ كان 4. عد كده، يبقى دول الفور بتوعك الاصليين، وادي الفور اللي بابا زود عطهم لك اللي كل مره بيديهم لك، بس هنا زودك 1. يبقى كده هو زودك 5. 5 مع الفور 9. جميل جدا. طيب يبقى بابا دلوقتي الزياده الثابته اللي هو عطيها لك كانت كام هنا؟ كانت 4. طب لو هو زودك 1 مكافأة، هل هيقللك دلوقتي؟ هل مصروفك الجديد بقى 4 ولا 5؟ لا، مصروفك الجديد خلاص بقى 5. طب يلا تعال نشوف يا ترى، مش انت كان معاك 9؟ اه. طب لو هو في اليوم اللي بعده اعطاك 5 بس، على اساس ان انت ما عملتش اي انجاز، يبقى على الاقل انت معاك كام؟ تعال نحسبهم كده. يلا يلا، ادي ال 1، انا عايز احسب الاول ال 9 وزياده عليها كام؟ 5. ادي كل دي ال 9 8، وادي هنا 9. طب تعالى بقى نحط ال 5 الجديده. يلا نحط ال 5 الجديده، ادي 1 2 3 4 5. ايه ده؟ ده المره دي بابا عطاك كام؟ ده كافئك ب 2، يبقى اكيد انت عملت حاجه جامده. اه فعلا جبت درجات حلوه بس في كل المواد، راح هو مكافئني واعطاني ايه على الفايف اللي بقت ثابته عندي؟ اعطاني 2. فين هم؟ اهم 1 2. وصلت كده لكام كلهم؟ وصلت كده كلهم بقوا 16. تيجي نعدهم مع بعض، يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، دول بتوعي الاصليين. طب هو خلاص الثابت بقى عندي الجديد دلوقتي بقى معانا، هيزودني كام؟ 5. فين هم؟ الفايف الريد دول، 1 2 3 4 5. لقينا واكتشفنا ان هو زودنا 2، دي المكافأة اللي بابا عودني عليها. يبقى خلي بالنا مش كل الابهات زي بعض. في فكر يقول لك ايه؟
ادي ابني واكافئه حتى لو كنت بديله حاجه ثابته. ماشي، يبقى هو بيديله الثابت بس بيكافئه. جميل الكلام، حلو. يبقى هنا وصلنا لكام يا جماعه؟ وصلنا لايه؟ وصلنا ل 2 الزياده على ال 5 بقينا 7، 7 و9 بقينا 16. طب واللي جاي هيبقى ايه المشهد اللي جاي؟ اوعى تنسى اللي انت معاك، ها؟ اوعى تنسى ان المشهد الاصلي بتاعك اللي انت كنت 4 والتاني 4 بلس 1. طب انا لو خليت هنا 4 مثلا اللي هو الثابت بتاعنا، هيبقى هنا 4 بلس كام؟ 3. هي هي. طيب يبقى هو كل مره هيزودك كام؟ يبقى على المشهد الاصلي بتاعك ادي 4، كل مره هو بيزودك على ال 1 ده. بص كده معايا، بيزودك على 1 ده 2. طب انت وصلت هنا 1، هنا بقت 3، يبقى هنا اللي بعده هيبقى 5. يبقى كل على بعض هنا هيبقى كام؟ هيبقى 9. يبقى لو انت عملت مكافأة تاني هيزودك على بند المكافآت. يبقى تلاقي بس يا جماعة كده كده عندك 2 باترن، في واحد ريجولار منتظم 4 4 4 4، وفي واحد غير منتظم اللي هي بند المكافآت. بص هنا ما كانش أول مرة ما كانش فيه مكافأة، كانت 4 بس. هنا بقى فيه مكافأة 1، حطيتهم على الفور وحطيتهم بعد كده كلهم على بعض على الفور الأصلية بقينا 9. طب بص المكافأة اللي جاية دي 4 وزودك بدل 1 زودك 3، يبقى هو زود على ال 1 كمان 2. طب هنا يبقى احنا اتفهمنا دماغ بابا، هيزودنا مكافأة على بند المكافأة كمان 2، هنوصل ل 5. مع الفور الأصلية هنبقى 9، 9 مع 16 هنوصل، ها هنوصل. يبقى افتر لو هنا عندي 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، لو انا عندي عايز احسبهم مع بعض افتر 16، يلا مع بعض 17 18 19 20 21 22 23 24 25. يبقى كده انا اضفت ال 16 على ال 9، بقينا كلنا كام؟ 25. طب نرسمها ازاي 25؟ طبعا هنا الدروينج بتاعنا هو اللي مطلوب. يبقى عليا اللي احنا هنرسم الاول، ها نوسع كده الاول، نوسع للدروينج. احنا عرفنا هنا خلاص بقينا 25. يلا مع بعض، هنا بقينا 25 خلاص اتفقنا. تمام، يلا نرسم. ادي ال 25 بتاعتنا، تعال نرسمها. هنرسمها ازاي؟ الاول هنعمل لاين كده، وبعد كده دي كده اول رو، وادي كده تاني رو، وادي كده تالت رو 1 2 3، وادي كده يا عم الرابع، وادي كده الرو الخامس. وادي بقى هنا وكده، يبقى كده اول كولم، اول كولم عندنا وكده الكولم الثاني وكده الكولم الثالث وكده الكولم الرابع وكده الكولم الخامس. عندي كده 1 2 3 4 5، يبقى دول 5 عندك. جميل، ادي كده عندنا اول 5، نزود. ادي كده عندنا اول 5. طب وهنا ال 5 الثانيه اهي، يبقى 5 و5 كام يا ولاد؟ 5 و5 10، وادي كمان 5، ادي كده 15، وادي كمان 5، ادي كده 20، وادي كمان 5، ادي كده 25. تمرين حلو وقوي جدا، ويا ريت نسمعه اكتر من مره. اخر تمرين، تمرين سهل اللي انت كمان تعبر عنه وترسمه. بدات الاول، بابا اعطاك كام هنا؟ بابا اعطاني 2. جميل قوي، اهو ده اول يوم. ايه ده؟ ده انت هنا زدت تاني يوم. زدت، يبقى بابا هنا هيزودك. زودك كام؟ زودك دي ودي، يبقى زودك 2، يبقى بلس 2. بقت كام؟
بقت 4، يبقى انت كده معاك 4. طب بص كده، ادي الفور اهم اللي معاك. حصل زيادة ولا لأ؟ اه، الاتنين دول. يبقى خلاص بقى ثابت عندك، خلاص اللي انت عرفت ان دي زيادة ثابتة، بنسميها regular repeated. بقينا كلنا كام؟ 6. يبقى خلاص انت بالنسبة لك فهمت ان كل مرة هتزيد 6. يبقى ادي 2، ادي الاصلي اهو عندي، ادي الـ6 الاصليين، ويلا نحط الزيادة. فين الزيادة عندنا؟ اهم بعد الـ6 7 8، وده المطلوب منا as a drawing cast. وصلنا فعلا لكام؟ لـ8. الله، يا رب نكون قدرنا نفهم الباترن. يبقى الباترن حاجة ثابتة بتحصل لنا، واحنا بنكتشف احنا لو كل مرة بناخد 2 هنوصل لكام. مرة يوم الاول 2، اليوم التاني 4، اليوم التالت 6، اليوم الرابع 8. يبقى احنا بنزيد كل مرة 2. طبعا الموضوع جميل جدا وشيق جدا، واتمنى ان احنا نسمعه اكتر من مرة. هنا بقى دي حاجة سهلة جدا، بيقول لي write comes next in pattern، يعني اكتب اللي ايه اللي جاي. دي حاجة يلا سريعة، ويلا احنا بقى ايه شطار، يلا مع بعض 5 10 15 20، يلا اللي جاي ها 25، يلا اللي بعد. كل مرة بنعمل ايه يا اولاد؟ ده الرول بتاعنا، لو حابين يكتشفوا يبقى كل مرة بلس ايه؟ بلس 5. وصلنا ل 25، يلا بلس 5، هنبقى كام؟ برافو. افتر 25 26 27 28 29 30، يبقى هنا اكتب 30. طب كمان مرة بلس 5، ها هنبقى افتر 30، ها 31 32 33 34 35. الله، تمرين جميل. يبقى ده واحد شطورة بيحوش. طب ده نفس الكلام 10 20 30، يلا بقت سهلة 40 50 60 ها 70 80. ننزل تحت، طب واللي جاي عايز مني ايه يا ترى؟ ده بيقول لي ارسم واكتشف الرول بتاعك ايه. حاضر، in the pattern. يلا نشوف مع بعض 1 2 3. اليوم اللي بعده ادي الـ3 بتوعي اهم، اوعى تنسى. راح ضاف لك ايه؟ دول الجداد. كام واحد يا عم؟ 3. يبقى كل مره هو بيضيف لي 3 على اللي عندي، شكرا، هنبقى 6. خلاص بقينا 6، ها هنضيف سريع على اللي عندنا، بقينا كام؟ بقينا 9. يبقى كل مره انا بعمل ايه؟ انا كل مره الرول بتاعي اللي انا كتبته كده تحت هو ده اللي اسمه الرول، ها هضيف سريع هنبقى كام؟ 12. اروح هنا راسم ال 12 بتوعي، الاول اعمل ال 9 اللي كانوا موجودين، ادي ال 9 زي ما احنا كده شايفين، ادي ال 9، واروح مزود عليهم 3، اديلهم مثلا بالجرين اهم، ادي ال 3 الزياده اللي عندنا، بقينا فعلا 9 و 3 ايكوالز 12. اللي بعده هنا كنا 9، تمام، وهنا بقينا 5. يا جماعه اللي بيحصل، وهنا بقينا 3. طب هل اقدر اكتشف من هنا لهنا؟ طب بصيت على الليل ده، هتبقى صعب شويه. دايما عشان تكتشف الرول لازم تاخد 2 جنب بعض، تعلم الحته دي. هنا 5 بقت 3، يبقى انت هنا قليت ولا زدت؟ انا قليت، قليت يعني ماينس. قليت كام؟ انت اصلا هنا ده اللي انت وصلت له اللي هم دول، يبقى في 2 مش موجودين. فين هم؟ اهم، ده مش موجود وده مش موجود، يبقى انت قلت 2. يبقى زي ما حصل لك هنا قوانين الباترن ثابته، هيحصل هنا. يبقى انت هتقل 2 عن ال 9، هنقل 2 عن ال 9 يعني هبقى كام؟ 7. هنرسم يلا 7، 1 2 3 4 5 6 7. الله، بدأت الدنيا تضحك لنا يا ولاد، وبقينا نفهم الباترن. الباترن زي ما قلنا
موضوع فيه تشغيل مخ بشكل عالي جدا. طب يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه في اللي قدامنا. ادي قدامنا 3 اهو، ده الثابت عندك. كمية زادت يا جماعة، كمية زادت، زادت كام؟ مفروض 3. تيجي نبص كده، ادي 3 الاصلية وزدنا دول 1 2 3. حلو قوي، يبقى اول زيادة كانت زيادة طبيعية. طب بعد كده بص اللي حصل، انت 6 يعني دول 1 2 3 4 5 6. طيب هل انت زدت نفس ال 3؟ تيجي نشوفهم كده 1 2 3. لا ده انا زدت 4، حط هنا الزيادة ال 4. طب بص هنا وبص هنا، اول يوم انت زدت 3 اليوم. طيب يبقى احنا بنفكر يا جماعة مع بعض، هنا كنا 6 وهنا بقينا 10، من المفروض اللي احنا 3 صح؟ المفروض اللي احنا بنزود 3 تمام، وال 3 دي انا خدت عليها مكافأة 1. طب اللي بعده يبقى انا هاخد 3 تمام، وهاخد المرة دي كمان 1 مكافأة، يبقى ده الثابت مع المتغير. مين الثابت؟ 3 3 3. طب ايه اللي بيتغير عندنا؟ انا خدت مكافأة 1 هنا هاخد مكافأة 2، يبقى انا على بعضهم بقى معايا 9. ال 9 مع ال 10 هيبقى 15. واصله؟ اروح راسم بقى هنا، ادي اول حاجه بنرسم مثلا 5 1 2 3 4 5. نيجي هنا ادي هنا مثلا 3 بقينا مثلا 8 تمام، وهنا مثلا 2 بقينا مثلا 10، ونزود في القاعدة مثلا بتاعتنا، نزود من هنا 1 وهنا 1 بقينا 12، ونزود ادي هنا 13 ادي هنا 14، وخلي هنا 1 بقى هنا ال 15 تمام. يبقى ده يا جماعه شبه مين؟ شبه المثال اللي احنا اتكلمنا، او الاكسرسايز اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. يبقى هنا بابا بيديني حاجه ثابته 3 3 3، ده الثابت بالنسبه لنا، بيديني 3 تمام، وبيديني مكافاه، والمكافاه دي برضو ثابته. ازاي؟ هو في الاول كان بيديك 3، راح مزودك 1 مكافأة. طب واللي بعده هيزودك كام؟ ها هيزودك برضو كمان 1، هيبقى ما انت هنا 1 هيزودك بعد كده 1، هيبقى كام؟ 2. هيبقى 3 و2 كام يا ولاد؟ 5. 5 مع 10 بقت كام؟ 15. طب واللي بعده لو انت شاطر، انت معايا دلوقتي 15، خد الثابت الاول اللي هي البلس 3. طب بعدين انت هنا كنت معاك 1 مكافأة وهنا 2، ايه اللي بعدهم؟ هيبقى 3. هيبقى 3 و3 كام؟ 6. طب 6 مع ال 15 هتبقى 21. طب يلا اللي بعدها عشان نفكر ودماغنا تشتغل، ادي الثابت عندك اللي بتاخده من باباك 3 تمام، وهتضيف المرة دي عليهم 4 هتبقى 7. 7 مع 21 هتبقى 28، وهكذا. نسمع التمرين بتاعنا ده يا ريت اكتر من مره، عشان الحاجات اللي فيها تشغيل مخ يبقى انت تعرف بتشتغل ازاي. طيب تعال نشوف اللي جاي بعده. هنا عندنا يا ولاد 1. طيب يلا مين؟ انا هنا ادي الوان الاساسي بتاعي، زدت عليهم كام؟ 1 2 3 تمام.
يبقى انا عرفت ان بابا لقى معايا 1 راح اعطاني 3. طب هل كل مره هيديني 3؟ طب تيجي نشوف كده، ادي 1 2 3 4 ادي بتوعي، وادي السرير اللي هو كان عاطيهم لي. بص كده معايا اهم، ادي السرير اللي بابا كان عاطيهم لي، تمام، ادي السرير خدتهم اهم. طب تعال نشوف هنا في زياده قد ايه. خلي بالك ان هو لو كان عاطيك 1 يبقى المفروض يديك 1، صح؟ يبقى انت لو كان معاك 1 المفروض يديك 1، لان هو في البدايه كان عاطيك 1. هنا ضاف لك كام على ال 1 الاصلي؟ ضاف لك على ال 1 الاصلي 2. يبقى هنا اجابه كده من الاول، انا كان معايا 1. ايوه انا كان معايا 1، تمام اهو، ده ال 1 الاصلي اللي هو بيزودهولي اهو، هو هيديني عليه 1 اهو، اللي هو ال 1 ده ضاف لك عليه كام؟ 2. يبقى كده باين ان في اضافه هتبقى 2. طب تعال نجربها هنا ونشوفها فعلا حصلت ولا لا. طيب اوعى تنسى انت دلوقتي معاك 4، فين ال 4؟ قلنا ال 4 اهم، ال 4 بتوعنا اهم، 1 2 3 4، وهيديك ايه؟ ها احنا قلنا في البدايه ان هو بيديني، اوعى تنسى ان هو في البدايه هو بيديني اصلا 1، يبقى عندي 4 وهيديني ال 1، تمام، هبقى كام يا جماعه؟ ها هبقى 5، صح؟ مش انت عندك دلوقتي 4؟ حلو، وبيديك الزياده الايه؟ الزياده الطبيعيه اللي هو خلاص عطالك في الاول خالص اللي هي ال 1. طيب تعال نشوف الفرق ايه بعد انت، طبعا هنا انت اصلا 4، 1 2 3 4، وخدت هنا الايه؟ وخدت هنا ال 1، ماشي؟ خدنا هنا ال 1، يبقى 1 2 3 4 وخدت ال 1 اهو، بقيت 5. يبقى ده اللي انت كان المفروض يديهولك بجانب المكافأة. طب بص كده المكافأة كام؟ 1 2 3 4، يبقى على ال 1 عطالك كام؟ 4. يلا يبقى في المرة الأولى عطاك كام؟ عطاك 2. المرة التانية زود 2 على 2 بقت كام؟ 4. المرة اللي جاية هيزود على ال 4 كمان 2 هتبقى 6، بس يضيفها على الثابت اللي هو ال 1. جميل، يبقى معنى كده انت وصلت لكام؟ ل 7. 7 على مين؟ 7 على 9، هتبقى 7 مع 9. يلا نعد كده 7، 1 2 3 4 5 6 7، معنى 9 اصلا ننزل الاول ب 9، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تعال نزود بقى، عندنا كام؟ ال 9 على ال 7 على 9، افتر 9، ها ناخد لون تاني عشان يبقى باين واحنا بنشطب، نعمل كروس اوت افتر 9. يلا ما احنا عايزين بقى نعد 7 دول على مين؟ على ال 9 اللي موجودين عندنا. يلا بينا، افتر 9 10 11 12 13 14 15 16، وانزل هنا الاجابه بتاعتي 16. هزود كام ترانجل؟ هزود ال 7. يلا نشوف مع بعض، يلا نشوف، هشيل ال 10 دول واجي هنا للون بتاعنا اللي احنا شغالين بيه، قلنا هنزود ال 7، ادي 1 2 3 4 5 6 وهنا ال 7. بقى معاك فعلا كلهم على بعض كام يا معلم؟ معاك كلهم على بعض 16. ال 9 اللي كانوا عندنا، وخدنا الزيادة الطبيعية ل 1، وكل مرة احنا عمالين نزيد على المكافآت اللي هو بيديها لنا 2 4 6، على الأساس اللي عندي اللي هو ال 1 بقينا على بعضهم 7. رحنا ضايفين ال 7 على آخر حاجة معانا اللي هما ال 9، وصلنا يا معلم لل 16. طيب تعال نشوف مع بعض التمرين اللي جاي.
زي ما احنا شايفين يا جماعه البت ايمي محوشه 10 بنس في الاسبوع الاولاني، وفي السكند ويك 20 بنس، والثيرد 30 بنس. لو احنا عايزين نعمل باترن يا جماعه 4 6 ويك، يعني ايه 6 ويك؟ يعني لمده 6 اسابيع. يبقى هنا الاولاني والتاني، ها، والتالت، يلا بينا، والرابع، ها، والخامس، ها، والسادس. يطلع كام السادس؟ يطلع 60. How many pens will Amy have؟ يا ترى 4 6 weeks لو هي كانت مدخرة كل المبالغ دي هتوصل كام كل اللي معاها؟ بيقول لي how many pens في كل ال 6 weeks. طب هنا لو وصلنا مع بعض هيبقى كده 10 و 20 30 30 و 30 60. طب والاثنين دول مع بعض ب 100، يبقى كده 160. 160 ودول عبارة عن 40 و 10، 160 و 40 210 بنس. فكرة جامدة، فكرة حلوة، وتستاهل فعلا الولاد الجمال حبايب قلبي. شوف مع بعض الفكرة اللي جاية سريعا. هنا الولد الحبوب ده كان بيحوش بشكل جميل جدا، مرة 3 مرة 4 مرة 5، بعد كده مرة 3 مرة 4 مرة 5، مرة 3 مرة 4 مرة 5. أكن والدك مثبت لك دول، مرة يديك 3 مرة يديك 4 مرة يديك 5، مرة 3 مرة 4 مرة 5، مرة 3 مرة 4 مرة 5. بيسموه keeps repeating، يعني خلاص احنا عرفنا الترتيب الثابت عندنا بيكون بالشكل ده. يبقى المره اللي احنا شغالين عليها عباره عن ثلاث حاجات اساسيه، 3 و4 و5. تمرين حلو، تمرين جميل، مفيش اي مشكله. نشوف مع بعض اللي جاي. 1 3 5 7. هنا طبعا احنا كل مره add 2. يعني ايه add 2؟ يعني بنزود 2. تمام، 7. يبقى اللي جاي هيكون ايه؟ ها؟ هيكون 9. شطار. شوف اللي بعده. بص بقى ده 1 2 2. طب يبقى اللي جاي 1، يبقى اللي بعده 2 2، اللي بعده 1، اللي بعده 2 2، اللي بعده 1، واللي بعده 2 2. الله ينور عليكم. تقريبا احنا وصلنا لدرجة فهم الليسون الجميل ده. 2 4 ها ها ها، يلا يلا اسمعوا لوحدكم. ايوه، هيبقى هنا 6 وهيبقى هنا 8 وهيبقى هنا 10. الله ينور عليكم. تمام، شوف اللي جاي. هنا ده عباره عن ايه؟ اكسرسايز بقى خفيف يلم كل اللي احنا اخدناه. تعال نشوف مع بعض. تعال نشوف مع بعض. أول حاجة عندنا 1 3 6 10. إيه اللي حصل؟ هنا طبعًا في add 2 زيادة 2، طب هنا زيادة 3، طب وهنا شوف كده مع بعض زيادة 4، طب واللي بعد هنزود 5. هنوصل لكام؟ 15. بص بقى هنا الباترن زي ما اتفقنا مع بعض إن ده ثابت مع المكافأة. يعني الثابت عندك ان هو هيديك 1 بس مكافأة. انت كان معاك 1 وهو عطاك 1 وكافئك ب 1، يعني اكنك زودك على ال 1 2، صح؟ زودك على ال 1 1، يعني كلهم على بعض 2. 2 مع ال 1 الاصلي بقت 3. تمام، اللي بعده انت في الاصل 1. تمام، وصلت هنا للزيادة اللي كانت معاك، كانت معاك اصلا 2، ادي ال 2 بتوعك اللي انت او ال 3 بتوعك اللي انت وصلت لهم، وهو زودك 1 بس المرة دي هيزودك على المكافأة، بدل ما هيديك 1 هيديك المرة دي 2. بص كده معايا، هيبقى ال 1 وال 2 كام؟ 3، اللي هي دي. وصلت؟ تمام.
يبقى مرة هيديني 2، مرة هيديني 3، مرة هيديني 4، مرة هيديني 5. طب واللي جاية هيدينا كام؟ 2 3 4 5 هيدينا 6، هنبقى 20 كام؟ 21. تفهم؟ هنا 6 هنا 4 هنا 2. جميل. طب وهنا 6 4 2. طب وهنا يلا نعد مع بعض 1 2 3 4. يبقى بيحصل ريبيتد، تمام، بس از جروب، كمجموعه كامله. ادي 6 ادي 4 ادي 2. طب واللي جايه هتبقى كام؟ 1 2 3 4 5 6 زي الفل. يلا اللي بعده 3، وده بقى اتكرر قبل كده. ادي 3 بتاعتك الاصليه وضاف لك عليها 3، يبقى هنا بلس 3. 3 بلس 3 ايكوالز 6، فعلا دول 6. 1 2 3 4 5 6. وهنا ال 6 بتاعتي الاصليه والزياده عليها 3، هنبقى كام؟ هنبقى 9. طب واللي بعده بلس 3، هنبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. برافو. طب واللي جايه لوحدك يلا يا بطل بلس 3، ايوه انا سامعك، هنبقى كام؟ هنبقى 15. نقدر نرسم 15؟ اه. تعمل 3 3 يبقوا ب 9، كمان واحدة ادي 12، كمان واحدة أخيرة وصلت يا بطل لل 15. الله ينور عليك. اللي جاي سهل وجميل، باين قوي إن هو، يا جماعة باين قوي إن هو ريبيتد، حاجة بتتكرر. إيه هي؟ 3 1 6 صح؟ أهم على بعضهم. بيقول لي write the number to continue the pattern، عشان نكمل الباتر. شايف المجموعة دي؟ هتبدأ تتكرر 3 1 6. طب وهنا 3 1 6. طب وهنا 3 1. لو كان فاضل هنا واحدة كمان كنا كتبنا مين يا ولاد يا شطار؟ كتبنا 6. اللي بعده 5 10 15 20 25 30 35 40. الواحدة خلاص اوتوماتيك 45، وهنا 50. الله ينور على عيونكم. طبعا بيقول لي هنا circle the letter pattern that has the same type repeated pattern، يبقى مين اللي بيتكرر يا ولاد؟ هما دول صح. طب وهنا ال A B، هو عايزك تعمل circle على repeated اللي بيتكرر. طب وهنا A B C، هنعمل circle على المجموعة اللي اتكررت. بدأنا؟ بدأنا. تعال نشوف هنا، زي ما انت هنا شايف ان انت عندك بنوته حلوه قوي اسمها سوزان، ولد اسمه بيتر، عملوا سيم كايند اوف باترن. هما بقى بينظموا، حطت واحده ابل ريد ابل جرين ابل ريد جرين ريد جرين ريد جرين. اما بيتر عملهم باستخدام الليترز A B A B. الله، يبقى معنى كده ان الباترن اصبح لعبة كمان نلعب بيها. طب وهنا بيقول لي use number to show the pattern of any way، هنا بيدل على مين؟ على one banana. طب و how many flowers؟ بيدل على two. طب هنا كم banana؟ one. كم flowers؟ two. how many banana؟ one. how many flowers؟ two. الله، تمام. هنا B، هنا butterfly، هنا flower، وهنا طبعا repeated. بيقول لي استخدم الأشكال عشان توضح الباترن another way. الله، هل أقدر أستخدمهم بشكل تاني؟ هل أقدر؟ أه ممكن. ممكن آخد، ها ممكن آخد ال 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 3 دول، ال 3 بي، يبقى 3 بيز احطهم في الاول، بعد كده 3 مثلا باتر فلاي، بعد كده 3 فلاور. المره دي زي ما شفنا خدنا 2 فلاور، هنجمع مثلا كل الفلاورز مع بعض، تمام، بعد كده الباتر فلاي هما 3، وبعد كده البيزي بي اللي عندي، تمام، حاجة طبعا جميلة ما شاء الله. وبعد كده هطلب من حبايب قلبي، هنخش على الهوم ورك، وبإذن الله أتمنى اللي احنا إن شاء الله
نحله صح، تمام، وبكده يكون في تواصل ما بيننا، واللي يقدر يحل الهومورك يكتب لي في التعليقات ان شاء الله، ولو في اي مشكله ممكن تقابلك برضو اكتب لي في التعليقات، واحنا ان شاء الله نوضحها لك في الفيديو اللي جاي. يا رب تكون اتبسطنا واستفدنا من الباترن، تمام، موضوع جميل، موضوع محتاج تفكير، واشوفكم دايما على خير.